ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده ابي يوسف سمير قميص. اوكي، الاغنيه دي اللي كتبت لي بقى لها 200 سنه فاتوا. اوكي، ما علينا. خلينا ابطل رغي لان الاغنيه شكلها تقريبا، الاغنيه هتطول فشخ، الاغنيه هتطول فشخ. اوكي، ايه ده يا اوكي، ما علينا، خلينا نخش ونشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه بسرعه. مكان فما بندفعش لما بنكسر، دخلت الاستوديو رجعت على الميكسر، السلك زي ديل القطة طوحته هيليكوبتر، قالولي نجيب لك غيره بالكتير تستلم بكرة. جيت تاني يوم سلك جديد قطعته برضو، مهندس صوت قال لي عيد التيك قمت طرده، دخل عليا صاحب اللي مهندس صوت قال لي عيد التيك رحت طرده استوديو قمت ضربه، كل ده كذب. صوت قال لي عيد التيك قمت طرده، دخل عليا صاحب اللي استوديو قمت ضربه، دخل عليا صاحب الاستوديو كل ده كذب كذب عيد التيك قمت طرده، دخل عليا صاحب الاستوديو قمت ضربه. كل عارفين بيفكرني بايه؟ كان في ميم، ميم كان مشهور فشخ، مش عارف انتوا تقريبا في ناس عارفاه اكيد، اللي هو مش فاكر كان تقريبا ابنه اتضرب حاجه زي كده ودخل على العيله وقعد يلطش فيهم كلهم، كان اي حد يجي له مثلا يقول له انت ايه اللي بتعمله ده ما ينفعش، روح لطشه كبير وصغير، ويجي مش عارف فلان من حته تانيه يروح لطشه وهو بيكلمه، والناس ما يعني ما لهاش اي علاقه اصلا بخناقه، جايين وكلهم بيلطشوا ويقعوا على الارض. انا لو لقيت الميم ده انا هجيبه، يا مسخره فشخ. 2.5 grand later and then hey what's going on? It's mine, daddy. Noah keeps taking away from me. Noah, give it back. No. Noah, give it back. No. I said give it back now. Noah. Larry, what the hell are you doing? Larry, you can't just Larry. Oh, are you all right? How did Larry? Righto, what's going on here? Oh, sir, I'm arrested. انا دلوقتي انا حاسس انه ابي يوسف بيتكلم، وهو بيتكلم دلوقتي ان هو طرد اللي هو موزع الصوت ولا اسمه ايه، المهندس الصوت، وصاحب الاستوديو ضربه، فاهم؟ انا حاسس ان ابي يوسف في الاغنيه دي نفس الكلام، فاهم؟ مسخره. كل ده كذب كذب، اتمنى تكونوا اتاثرتوا. ديريت مسج زي دي تجيلي، تطلع لو جبنا المربع رد تجيب كيري، سبونسر بيرد يقول لي اه ده انت بتنصب، بقول له شكلك مش من هنا، اه ده انت البنصب، يا تعدي من الباب يا تخيش في الركن، يا تروح وتنام يا تكيش وتسك يا لسه. هو مش المبنى ده اللي كان عمل فيه، اللي كان فيه فيلم بتاع تامر حسني اسمه ايه، لما كان هو مش عارف، مش فاكر، كانت زي ما يكون بيحلم حاجة زي كده، مش فاكر اسم الفيلم، بس انا حاسس المبنى هو ما اتخدعتش يا قليل، لما راح ان هو كان المفروض يسرق تقريبا، ويروح يسرق نفسه او حد يسرقه حاجه زي كده. شك يا لسه سايب الشغل قاعد بتنايل بتلوك، تغسل المحيط بموجه تشيل السفن تشطفه، سيبك من الكوره هرميلك بوفن في الافق تلقفه، امسك نفسك لبسنج تسمك، بورتريهات للممثلات على الوشوش بنرسم بسمه غريبه قوي، حرفيا الغباء مش معقول، الكلام في السنان والاهداء ده المعجون، اسمي نار على العالم انتوا كاعداء، ولعتوه لما البيت يخش كليا اداب ولا علوم. ثواني، هو بيقول انتوا كاعداء عشان هو اسمه علم فهم ولعوه، اسمي نار على العالم انتوا كاعداء ولا نار على العالم لما البيت يخش كليا اداب ولا علوم. نبرة صوت لو تقول الو تتعرف، طموحك تبقى كده طموح اشتري مول العرب، على المدى الاطول بغلب على المغرب، عيني تزغلل اعند وعوم لزغرب، جوز شباشب في كيس بالنسياجا، انتج فيديو كليب ولا اشتري اتنين زياده، اشتري اتنين زياده، اصله بيتبهدل في الماضي بهمل وفي الرمادي بهبل. يعني بالعكس انا بعشق الرمادي بصراحه، هي حلوه بتبقى ممتعه كده وانت بتسجل حاجه شخصيه كرتونيه بصوت مختلف عن صوتك او بصوتك، بس يعني واخد كاركتر.
هو مين ده اللي بيكلمه؟ طفل في الاجازة باستعراض، هل تعلم ان يوجد سوق لهذا الاستعباط؟ في الظهر يقلب زي الشهر وعالف خياد مسا، ده ده نسا، دي اخلاق بسس عشان ما بقاش اخلاق بسس على لو زي بوسي كات، فلو بوسيز فهم؟ بسس بسس تقريبا تقريبا قصده كده بسس. بكاش بلاش في سعرك تتزلق، هيجيلك من التسلق كله كل ما تعلى تتخلق، فاوعى اوعى الناس دي لما تيجي تدعلك تتزلق، يتاكل مخك المعده تتدلق واللعبه تتسرق. اشمعنى مش بيلن؟ عشان انا ابرد من كندا، فارد رجليا ومستفرد بالكنبه، بخروني طفره في الزمن ده، بخرتهم انا زي قطره في الكنكه، انكه ناظر المخمضه الورقه باظت انكه ظبط مش شخص، بخرتهم انا زي قطره في الكنكه، انكه ناظر انكه انا كا اوكي انا كا اوكي بالمخمضه الورقه باظت مش شخبطه، لو الفازل بتلخبطك هانفصل بالمخرطه، ما اكتسبش شيء فقط فقط، ضرب رقم بالمتركه ارتقى المستوى الفندقه والهوا في اللقب، مازال بزاويه واحده زي حرف الدال، سحرت الدال بعت فلوس في حاره المال، مازال زي حرف الدال حرب الدال في اللقب، مازال بزاويه واحده زي حرف الدال، بزاويه واحده زي حرف الدال اوكي سحرت الدال بعت فلوس في حاره المال، حرب الدال مين اجمد زميل نجمه بميمز اجدد، تاثير عكسي ساعات بحس البيت لما انا الضحكه ايه اللي خلتني اخد بالي من كلمه البيت دراجبك، اللي هو مع الضحكه اللي هو عارف انت اللي هو كنت ممكن يعني ما اخدش بالي، بس مع الضحكه خلتني ان اخد بالي اكتر فاهم. زميل نجمة بميمز اجدد، تأثير عكسي ساعات بحس البيت راكبة لما بكرر ابقى غيتت بتتوتر، اصوات انفاس وقت الايديت بتتوتر، هبدا في المطلق تتكبن اظبطها تتفك نربطها في الفك بدون شك، من بكره اتاكد من البوصله فين بالظبط فين الظرف سواء بوصله. هو بيتكلم على مروان موسى منين اظبطها تتفك نربطها في الفك بدون شك، من بكره اتاكد من البوصله فين بالظبط فين الظرف منين تقريبا صح، عشان مروان موسى هو الوحيد اللي بيغني على البوصله تقريبا، لان في واحد برضو كتب لي كومنت وقريته بيقول ان في زي بيف ما بين مروان موسى وابي يوسف، وفي واحد كومنت تاني قريته بيقول ان ابي يوسف هو اللي علم مروان موسى ازاي يعمل بيت ويغني راب. اوكي فلو هو في بيف ما بينهم ما اعتقدش هيبقى الموضوع صعب قوي، لان انا لو حد علمني حاجه مثلا راب مثلا علمني ازاي اعمل يعني اعمل بيت وازاي اغني راب والكلام ده، انا اعتقد مش هقف قصاد الشخص ده، لان في كلتا الحالات هكون انا خسران حتى مهما لو قلت ايه. اوكي كبدايه اصلا انا خسران، هبقى عارف ان انا كبدايه خسران. اول حاجه اقل كلمه ممكن يقولها ان هو بسببه انا بقيت حاجه. اوكي دي اول حاجه ممكن يتكلم فيها وكلنا هنبقى مع ابي يوسف فيها. اوكي اللي هو انا بحب مروان موسى، اوكي انا مش اللي هو ما بحبوش، بس انا بتكلم ك ك ك كمحايد لو انا مكان مروان موسى هعمل ايه. فكبدايه ما اعتقدش ان مروان موسى هتبقى حركه ذكيه ان هو يعمل بيف مع ابي يوسف، هيبقى هو خسران في كل الاتجاهات، ومهما هو عمل او قال او دسه مهما عمل برضو هو هيكون خسران، ده رأيي بصراحة. اوكي فما اعتقدش، ولو هم عاملين فعلا بيف وده كلام على مروان موسى هبقى زعلان جدا بصراحة. الصرف بعد الدوس عديل والطرف ليه مضطر، واضحة زي الخير والشر، زل لسانه كيف الحرب ايه حرف الايه مش جر، ده مش راب الصيف مش حر، زود نقطة غين وتغر، قرفنا عرفنا اخلع جتنا كنني الموضوع ده ان انت برضو ينفع تفنى، الايام دي مش هترجع اسأل ارجع اسها، وبصراحة مش فارق لي تولع تزها، انا مزقطط مصباع بدوس انا بطقطق على طموحك اني اطلعك في لقطة، نجاحي في الغالب نقطك، وزع ملاحق على كل الشباب الساقطة. مش انت قلت لي اقول لك كل سنه بقى وانت طيب في المايك؟ هو صوت مين ده يا جدعان اللي عمال لي يكلمه كل شويه ده؟ فانا بقولها لك في المايك دلوقتي، لو كنت قلت لي في الكاميرا كنت عملتها لك كده. كل سنه وانت طيب، عيد سعيد وعيد ميلاد سعيد وراس سنه سعيده وراس سنه هجريه سعيده وعيد عمال سعيد وفالنتاين سعيد عشان يبقى عندك كل السعاده. اوكي
انا الاغنيه يعني من اولها انا كانت عجباني، بس حته اللي هي البوصله ضاعت دي، اللي هو انا اتمنى ان هو ما بيكونش بيتكلم على مروان موسى بصراحه. انا اتمنى، ولو ان الوحيد اللي بيتكلم عن البوصله كتير قوي هو مروان موسى. اوكي، فانا ما اعتقد ان انا صح، انا ما اعتقد، ربنا يستر. عرفوني عرفوني، يا ريت تعرفوني. ما علينا، ده كان راكت، يا رب يكون راكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم يلا تشوس.